c'est 30%, 25%, c'est le total des exportations. La Pologne représente 19%. Alors, donc. المشروع هذا راه في الروتوشة تاعو الأخيرة وراح يعرض على مجلس مساهمة الدولة في الأيام المقبلة. سومي فوس يعني حققت نتائج باهرة هذه السنة من خلال الكمية الكبيرة من الصادرات اللي قامت بها من الفوسفات إلى عدة بلدان في العالم، وطلبنا منهم مواصلة العملية وحثينا كذلك راح تكون كذلك في انطلاقة المشروع الجديد للبلاد الهدبة، وين تكون سومي فوس هو الشريك الأساسي في هذه العملية من عدة من الخبرات الموجودة في سومي فوس